بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبابي في الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. حكاية سيد العوام جثمان مجهول ألقت به الأمواج لشواطئ مطروح، فأقيم له ضريحا ومسجد. ضريح سيد العوام هو الوحيد بمطروح، وكان يقام له مولدا يأتيه الناس من كل مكان، وتنصب الخيام أسبوعا حوله. يعد مسجد سيد العوام أحد أهم وأشهر معالم مدينة مرسى مطروح، يعرفه عشاق وزوار المحافظة بموقعه على الكورنيش وإطلالاته المتميزة على البحر. ويضم المسجد ضريحا للشيخ مجهول الأوية، قاذفت جثمان والأمواج إلى شواطئ المدينة قديما، وعُصر عليه الأهالي غير متأثرا أو متحللا رغم حدوث الوفاة قبل عدة أيام، وتم دفنه في مقبرة صغيرة أطلق عليه أهل مطروح اسم العوام، وذلك قبل أن يصبح مقصدا للمريدين وأصحاب النزور والمتبركين به. ويقال أن العوام جاء في رؤيا إلى فؤاد المهداوي حاكم الإقليم في ذلك الوقت، وقال له: أشهرني نشهرك، أي ارفع قدري وعرف الناس بي بمقام يليق بصلاحي. ونفذ المهداوي الرؤيا وقام له مقام معروف، وبنى المسجد في عهد الملك فؤاد. وإن اسم الشيخ العوام انتشر بين الناس وزاعوا بركاته، وأصبح يأتي الناس من كل حدب وصوب. ويقال أن في احتفالية المولد الخاص بالعوام كان القطار يحمل الناس من شرق مطروح المدينة بالمجان. وطبقا لمخطوطة تشير على لوحة معلقة داخل الضريح إلى أن سيد العوام اسمه الحقيقي هو العربي بن محمد بن عبد القادر بن أحمد شهيدة، وينتهي نسبه لسيدنا الإمام عليه الستين السيدة فاطمة الزهراء، ومن القابية رضي الله عنه وأرضاه الأطرش وأبي البحار، وولد في ولاية مستغانم في الجزائر. وتكشف اللوحة داخل الضريح أيضا سبب ظهور جثمان الشيخ بالشواطئ مرسى مطروح بأنه كان في رحلة للحج على متن سفينة، وفي صحبة ثلاثة من أبناء أخيه وبرفقته بعض الحجاج المغاربة، وبدأ تأديتهم مناسك الحج، وأثناء عودتهم توفي الشيخ ولم يبلغ أقاربه ربان السفينة بوفاته، ولكن الحجاج الآخرين أبلغوا ربان السفينة بوفاة السيد العربي، فأمر الربان بإلقاء الجثمان في البحر حسب المتبع في مثل هذه الحالات، فرفض أقارب الشيخ ونشب بينهم وبين الربان خلاف. وبعدها رأى أبناء شقيق الشيخ كل منهم رؤيا على حدة يأمره فيها عمه بأن ألقوا جثمانه في البحر، وأنه سيرافقهم إلى ما شاء الله، فأبلغ ربنا أن يتخذ الإجراءات المطلوبة. وبعد صلاة الجنازة ألقى الجثمان في البحر، ولاحظ الجميع أن الجثمان يسير بمحاذاة السفينة، وبعد غروب الشمس ودخول الليل لاحظ الجميع نورا بجانب السفينة، واستمر الوضع لمدة يومين أو ثلاثة ولم يرى الجثمان في اليوم الأخير. فسأل أقاربه على أقرب شاطئ لاختفاء جثمان عمهم، فأخبرهم الربان بأنهم شمال مدينة مرسى مطروح المصرية بعدة أميال. وألقت أمواج البحر الجثمان على الشاطئ، وبعد أن عثر عليه أهالي مطروح في كفني علموا أنه من الصالحين ودفنوه وأطلقوا على اسم سيد العوام. ولقد تم تشييد مسجد سيد العوام في عهد الرئيس جمال عبد الناصر على الطراز الإسلامي المميز، حيث نفذ شركة حسن علام في عام 69 أعمال تشييد المسجد على كورنيش النيل المدينة. وتم نقل جثمان العوام للمرة الثالثة والأخيرة إلى داخل المسجد، وأصبح ضريحه الدائم إلى الآن. ويقال أن العوام جاء في رؤيا وصلى في هذا المسجد العديد من الرؤساء الراحلين خلال زيارتهم لمحافظة مطروح، ومن بينهم السوري حافظ الأسد والليبي معمر القذافي والسوداني جعفر نميري والأوغندي عيدي أمين، كما أدى فيه الصلاة الرئيسان جمال عبد الناصر وأنور السادات. هذا وبالله التوفيق، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.